بسم الله الرحمن الرحيم. انا سليم علي سالم من طرطي 2. ليه يا عم؟ كان شهيد في 73، قعد 7 سنين في الدش وجتوفى. جبعته الجد جواف في درب نجم، ارض سلم ارض منحه من الدش من ايام تسليم جمال عبد الناصر. اجى جد استلم الارض ديت وقعد 14 سنه يزرع الارض ويصلح في الارض. الارض كانت ارض ابوار، قعد 14 سنه صلح في الارض وياخدوا منهم راعي. وبعد 14 سنه اجى فتح عمل جمعيه اسمها جمعيه تنيس المقاتلين واسر الشهداء، وبدا يعمل يحصل الاراضي ديت وبدا يقسم الارض عليهم. الفدان ب 400 جنيه وفدان 3000 وفدان 6000، كل سنه كان ايه بيتغير الاسعار الارضيه. وقعدنا 20 سنه جد، قعد 20 سنه. جينا في 13/11/2013 فوجئنا ان الاصلاح الزراعي ايه انه الارض تبع الاصلاح الزراعي، ولقينا جاي لجنه جايه هتحصل الارض ديت وبالارض تبعنا. رحنا ايه المحكمه، لقينا ايه شركه الاصلاح الزراعي رافعه قضيه على شركه الاصلاح الزراعي، شركه الصوان رافعه قضيه على الاصلاح الزراعي، قضيه رقم 2000 رقم 221 بفاجوس، وبيدوا لنا الارض ديت، الارض ايه ارض بتاعتهم، وقمنا مترفع في القضيه ديت. وايه وفوجئنا ان الارض ديت بده ينقلها منا للمحافظه عشان يهربوا من القضيه. الاصلاح الزراعي بيبصل بعض، اذا يكون بصوا كوره بيبصوا لبعض عشان يهربوا من الارض الزراعيه، بدهم ايه يبيعوا لنا الارض دي ثاني من جديد. وكده احنا يعني كده حرام، يعني الارض بقى لنا اكتر 40 سنه فيها، 40 سنه حرام، حرام لما بقى لنا 40 سنه. الارض دي اجدادنا بيصلحوا في الارض ديت، وفيش ولا ميه ولا شرب ولا كهرباء ولا جميع اي مرافق خالص. وازاي النهارده ان الدوله وسياده المحافظ بده يبيع الارض ثاني من جديد علينا؟ مش ينفع يعني، دي ارض عساكر دم شهداء. من الساده المسؤولين طلبنا الوحيد اللي احنا عاوزينه، احنا بنحمد الله على اللي جرى كله، احنا بنحمد الله وبدينا كل اللي احنا عاوزين، نثبت ملكتنا في الارض، ما حدش نزعنا فيها، ونسجل الارض دي لنا ولعيالنا من بعد. كل ده اللي احنا عاوزينه من سياده من جميع المسؤولين كلهم. 35 سنه وانا متبهدل، اشتغلت بالاجره انا يا وليه، وجريت وفحرت مصافي وعملت اللي ما حدش عامله عشان اربي ابنه ابوه مات، لا شاف ولا هو شاف، وترملت عليه. جالي حد يجوزني، كنت هترمى على العيل الغريب دي، وقعدت عليه واتبهدلت، وجبت ارضي من اهلي، من ارثي من ابويا، وجيت حاطين في الاصلاح وياخدوا مني. بعت ورثي من، والله العظيم بتكلم جد، بعت ورثي من اهلي وياخدوا مني هنا، واتبهدلت كتير، ورفع فلوس لصالح الحجر ومحمد مرسي ومحمود ابو عرفه.